come, come to my heaven. Shampoo and conditioning, curls, swirls, swirls, diamonds and pearls, and girls, 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 girls. Life me koi kami dekhi na dekhenge. Aao dekho dekho si me. Main hu Romeo, loving, loving mera kaam. Main hu Romeo. These girls in my arms, main hu Romeo. Darling, mujhe pehchana, main hu Romeo. شهد هاي واحد للأدب. اسمعوني، هذا اللي شفتوه ما كان مجرد حلم، هيك كانت حياتي. حياتي اللي كنت عم احاول اني قلكن يا انه حياتي قبل كم يوم كانت مثل الحلم. ايه قبل كم يوم لسه كنت عايش بقصر. صدقوني كنت عايش بمكان مأمن لي كل شيء، بس هيك فجأة كتير شيء سيء. العيلة اللي كنت عايش عندها كانوا يحبوني كتير، بس باعوا كل شيء بيملكوه راحوا يعيشوا بلندن. هدول الاولاد مدللين ملوا مني فجأة وحبوا يروحوا يشتروا كلب جديد بلندن. ها فعلا ما فيهم خير. تركوني مع الحارس بدون ما يفكروا شو رح يصير فيني، والغبي تركني لحالي وهرب وصرت كلب ضايع بالشوارع. هالمكان كثير وسخ وبقرف. يعني معقولة حتى تواليت ما في هون؟ وين بدي يروح بحالي؟ المهم الحياة هيك، بلحظة بتملك كل شيء وبلحظة تانية بتخسر كل شيء. أهلين والله بالمدلل الصغير، كيفك؟ اللي شو عم تعمل هون؟ بصراحة بالحقيقة يا سيد. ليش عم تنادي لي يا سيد ها؟ ليش حضرتك ما بتقدر تحاكيني مثل ما بيحكوا الكلاب اللي بالشوارع يا مايع؟ يعني بصراحة يا سيد انت ليش ما عم تفهم بالحكي ها؟ ليش مصر تستفزني وتخليني اضربك؟ حضرتك عطشان؟ جاي تشرب من عنا؟ عم تفكر تشرب من هون؟ هاي الحنفية خاصة فينا يا حلو، وما بيصير حدا يشرب منا بدون ما ياخذ اذن مننا ويترجانا ليشرب. انا هيرو انجليس وهي منطقة غورو، مفهوم؟ انا اسف. اسمعني يا مدلل، انت ما كنت طول الوقت داير وعم تنام بالشوارع مثلنا، فما بيحق لك تقرب على منطقتنا. عم تفهم علي؟ طيب بلا مياعة. عفوا. لحظة، ليش عم تتعامل معنا بكل هاللطافة ونحن عم نبهدلك ها؟ ميني انت قطة، لهيك لا تتدخلي بقصصنا الخاصة ولا تنتحلي شخصية كلب. اسمع انترفيل، حذرك لا بقى تضايقني مرة تانية وإلا رح اضطر ازعجك. يلا لشوف، طلع كل مصاريك بسرعة. مصاري؟ اي مصاري قصدك؟ قصدي العظام يا غبي. فرجينا شو معك عظام. هي العملة اللي بنتعامل فيها. يلا لشوف. اسمعوا لحظة. تعال. يلا يا شباب خلونا نربي له المدلل ونفهموا الحياة. لا لحظة اسمعوني شوي بترجاكم. لحظة يا شباب لحظة. بإيدي التنتين هدول برفعوا لفوق وبخبصوا فيهم، شو رأيك؟ يا عيني لحظة يا زعيم،
انا برايي نجرب عصاية وتكون هالعصاية كبيرة لحتى نضربه فيها وقتها من وجعه اكتر. يا لحظة انا عندي حل، جيبوا مقص وقصوا فيه بالنص. على فكرة لاحظتوا هالكلاب كتير اغبياء. عفوا منكن يا كلاب، واضح انه انتو ما سبقوا اذيتوا حدا من قبل. لهلا لسه ما اذينا حدا، بس بصراحة حابين كتير نبلش فيه. لحظة اسمعوني شباب، خلص شباب بكفي لو سمحتوا، خلص بس لحظة. طلعوا على حالكم، انتم مو مبينين اشرار. بتعرفوا كيف بيكون شكل الاشرار الكول بهالايام؟ بتعرفوا كيف؟ انتم مبينين وكأنكم مساعدين اشرار من الثمانينات. صدقوني الناس ملوا من هذا الاسلوب المتكرر. ليش ما بتغيروا شكلكم شباب؟ اتركوا الماضي وراكن لانه العالم عم يتطور. ايها انا بقدر ساعدكن، يعني بقدر غير لكم كل شكلكن واعمل لكم ستايل جديد. شو عم يقول هذا الكلب المدلل والمايع؟ شو قصده؟ عم تفهموا شو اللي عم يقوله؟ والله انا ما فهمت شي. ما فهمت ولا كلمة من اللي قاله يا زعيم. اسمعوا شوي، رح غير شكل واحد منكن وهيك رح تعرفوا شو يعني تغيير ستايلكن. اذا عجبتكن الفكرة منيح، واذا ما عجبتكن الفكرة تقدروا تضربوني. طيب كيف؟ يلا انتو بس جربوني. يلا مين اول واحد؟ هي 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 هو. يلا بلش فيني اول. لا ما بدي، ليش دائما انا؟ يا غبي انت اكتر واحد بحاجة انك تغير شكلك الغبي، فاقعد وبللع. يلا خلصنا.